ويتجدد ترحيب مشاهدي قناة سودانية 24، ونحن وصلنا لفقرتنا الثانية من فقرة مجلة معايش الأسبوعية وفقرتنا قضية الأسبوع. في قضية الأسبوع حنتطرق لمشاريع الأسر المنتجة. كلنا عارفين الوضع الاقتصادي اللي بتعيشه البلاد والضائقة المعيشية اللي بيمر بها المواطن. اللي بيمر بها المواطن جعلت الالتفات للإنتاج وخلق مجتمع إنتاجي ضرورية قصوى لرفع مستوى المجتمعات بزيادة دخلها ورفع مستوى معيشتها. مؤخرا برزت أهمية مشاريع الأسر المنتجة لتفعيل دور الأسرة في المجتمع والنهوض بها من أسرة محدودة الدخل لأسرة منتجة وفاعلة. فالكثير من المشاريع لاقت الدعم والتشجيع من الدولة، فمشاريع الأسر المنتجة واحدة من أكبر بوابات العمل ومحاربة البطالة. في قضيتنا اليوم حنناقش أهمية مشاريع الأسرة المنتجة بالوقوف على كل ما يتعلق بها، ونحن اليوم في حضرة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أستاذ جمال النيل عبد الله. مرحبا بك. مرحبا بقناة سودانية 24، وهي قناة طبعا رائدة ومعايشة للمجتمع، وأنا يعجبني كثير طرحها في القرب من الأشياء وتقديم الأشياء كما هي، يعني هي قناة الواقع. الحقيقة مشروع الأسرة المنتجة هو مشروع يعني ليس بجديد بالنسبة للوزارة، هو اهتمام قديم، ويمكن كل الاقتصاد السوداني بيقوم على إنتاج الأسر في جانب الغذاء، في جانب الزراعة، في جانب الحرف اليدوية والأشغال اليدوية، وجزء كبير للأسف هو بيقع في القطاع غير المنظم. يعني السودان من الدول اللي القطاع غير المنظم، وأحيانا من الناس كمان بالصعب وشوية يسموه القطاع الهامشي. هذا القطاع بيرفد الاقتصاد السوداني ب 80% من الناس، وغالبية هذا الاقتصاد يعني بنسبة برضو 80% تقوم به أسر وتقوم به نساء بطرية أساسية، ويوجد جزء منه في القطاع الزراعي، القطاع المروي، القطاع المطري، ويوجد جزء منه في القطاع غير المنظم الشغالة فيه النساء وشغالة فيه الأسر. كان في الأسر الشغالة في مجال الزراعة كأسر، أو في مجال الحرف، في مجال الصناعات، في مجال الغذاء، في مجال كل هذه الأنشطة موجودة أصلاً في المجتمع. إحنا لما حسينا إنه الأسرة هي وحدة إنتاجية غير إنها هي وحدة اجتماعية، حاولنا إنه من خلال هذه الوزارة، من خلال مشروعات كثيرة، إنه نحن هذا الإطار ننظمه بصورة أكثر، ومن خلال إحصاءات، من خلال معلومات، ولدينا المساحات اللازمة لذلك، ولدينا خارطة بأن عدد الأسر السودانية كم، وموجودة الظروف اللي بتعيش فيها طبعا. فده بواعث المشروع وأهداف المشروع. يعني نحن لقينا أن الأسر بنحتاج نفرد لها يعني اهتمام خاص كأسر منتجة، بل نفرز نظام بتاع تقييم ومتابعة وخطط ومشروعات موجهة، ونظام جائزة للأسر المنتجة. نعم. كما ذكرت حضرة الوكيل إنه المشاريع دي ليست بجديدة على البلاد، ولكن الظروف في الوضع الراهن قد تسوء بعض الحال، فحابين نعرف أهمية إنتاج المشاريع في الوضع الراهن والظروف الحالية. والله طبعا الأسر يعني حقيقة هي بتنتج، لكن بتنتج صحيح في ظروف صعبة وفي ظروف فيها مشاكل كثيرة. يعني إنه العائل سواء كان هو الرجل لظروف أو لأخرى موجود مغترب أو موجود في منطقة غير الأسرة، توجد بصفة أساسية النساء هم اللي بيقودن العمل الإنتاجي في داخل الأسرة. فلذلك نحن يعني حرصنا انه الاسره دي عشان نحفظ استقرارها وتقوم بوظائفها الرئيسيه، غير الوظائف التربويه والوظائف الارشاديه والاخلاقيه، تقوم بوظائفها الانتاجيه. على هذا السبيل يعني نحن عملنا على عده مسارات. اول حاجه انه غالبيه المشروعات اللي بنقدمها كوزاره من خلال مشروعاتنا ومن خلال مصاريفنا زي بنك الادخار وبنك الاسره اللي صممناه لهذا الغرض، بنشترط فيها انه الزول اللي بيستلم هذا المشروع يكون فاعل في الاسره، او هو القيم بصوره انتاجيه داخل الاسره. المساله دي موجوده باحصاءات وبمشروعات. يعني لو اخذت مثلا خلال سنه 2021 المشروعات اللي نفذت من خلال بنك الادخار
ما يقارب 70,000 مشروع، زي 43 في 43,000 مشروع موجهة لأسر بصفة أساسية، أو موجهة بصورة مستقلة لزول عائل أسرة، يعني هو زول منتج ومشروع خارج الأسرة لكن هي أسرة. التدخل الرئيسي برضو غير المصارف والبنوك، يعني عندنا زي مشروع المرأة الريفية بنقدم الدعم لنساء منتجات في القطاع الزراعي والحيواني والقطاع غير المهيكل، القطاع غير المنظم برضو لخلال أسر نساء لديهن أسر على أساس نضمن إنه التدخلات يعني كبيرة. هذا المشروع يعني اشتغل لعدة سنين لورا، لكن الآن هو متعثر بعض الشيء نتيجة لبعض المشاكل اللي هي بتتعلق إنه رأس المال اللي بيمنح لهذه المشروعات ما كافي. برضو نحن شغالين على أساس مسألة تنظيم الإنتاج، تنظيم المعارض، تنظيم التسويق، التسهيل لهذه المنظمات وجمعها مع بعض، وبندرب فيها يعني يمكن التدريب اللي بنقومه على مستوى المركز والولايات تدريب كبير، لكن برضو دون الطموح. نحن عملنا هذه الجائزة، الجائزة دي كانت بتمنح لمؤسستين أو لأسرتين أو ثلاثة، لكن الآن نحن دارينا تمنح يعني بصورة في كل الولايات ولكل مجالات الإنتاج، يعني ما شختك بختك زي ما بقوله، لا بل تكون جائزة موجهة لقطاع كبير من النساء المنتجات أو للأسر المنتجة، وعلى أساس الإنتاج يكون في شيء من الابتكار، إنتاج سوداني بدرجة أساسية. وحقيقة يعني ما مجرد جائزة بس، نحن حاولنا برضو نربطها بنظام بتاع سلسلة قيم أو الفاليو تشين زي ما يقولوا ناس المشروعات، اللي هي مسألة الجودة، الناس تنتج بشروط جودة يعني جيدة، المنتج ده يكون جيد ومرضي وبيقدر ينافس، نظام تدريب كيف الناس تقود مشروعاتها، كيف الأسر تقود مشروعاتها، نظام يعني برضو نشجع الناس كيف يحصلوا على القروض. يعني كثير من المشروعات نحن دخلنا أسر بعد ما شبكناهم ودربناهم، فاستطاعت هذه الجهود انه تخلي كثير من الأسر المنتجة تنتج ويكون بالنسبة لهم يعني مسألة بتاع التغيير لحياتهم. أنا أفتكر برضو غير البنوك وغير المشروعات زي مشروع المرأة الريفية ومشروع الأسر المنتجة ومشروع صغار المنتجين، أن إحنا عندنا رافد مهم جدا اللي هو مشروعات الزكاة. الزكاة كل التدخلات اللي بتقوم بها بتستهدف يعني دائما أسر أو مساعدة أعضاء أسر، يعني من عشرات الآلاف من المشروعات السنوية اللي بقدمها مشروعات الزكاة، نحن دائما بنهدف إنه هذه المشروعات تكون مشروعات موجهة لأسر، الأولوية فيها بتمنح لأسر. وأنا بحيي ديوان الزكاة رغم المشاكل ورغم المطالب كثيرة عليه، ولكن طبعا في الأخير تبقى في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة دي القدرة برضو محدودة. صح. يعني نحن بنعبر من كورونا، بنعبر البلد في حالة انتقال ديمقراطي وكده، تبقى المطالب كثيرة، حالة الفقر العالية لظروف هيكلية ولظروف صعبة من رباع السودان إن شاء الله هو عبر منها. الظروف الظروف الاقتصادية الحرجة دي ودعم الاقتصاد، والاقتصاد ربما في هشاشة حاليا ويحتاج مننا الدعم والتكاتف. نعم. دور مشاريع الأسرة في دعم الاقتصاد. نعم والله، شوف نحن هسه لدينا حوار كبير مع أخواننا في وزارة المالية على مستوى السياسات، يعني نحن نرى الاقتصاد السوداني ده يعني بدون فلسفة وكلام فاضي مننا أو من الآخرين، افترض هو يكون اقتصاد يعني عادل واجتماعي وتضميني. نحن ما نبحث عن التوازن الاقتصادي، نبحث عن التوازن الاجتماعي والاقتصادي، يعني الاقتصاد ده يساهموا فيه أكبر عدد من الناس، وده بيعني دعم القطاعات اللي بتولد فرص عمل في الزراعة وفي الصناعات الصغيرة المرتبطة بها وفي الصناعات التقليدية والمرتبطة بها وأنشطتنا في القطاع غير المنظم ودعمها، وده بتم من خلال سياسات مالية. نحن في حوار شديد وقاعدين نولع اللمبة طوال يا جماعة، الاقتصاد مفروض يكون اقتصاد اجتماعي، لكن برضو الحقيقة نحن المعولين يعني ورافعينه كتحدي انه المنتج الصغير سواء مزارعين او نساء او مرأة او شباب او تعاونيات، انه بنراهن من خلال التمويلات الصغيرة والمتوسطة
ونحن بنراهن على أنه ده يكون رافد ليس لتوفير الغذاء وليس لتوفير فرص عمل وبس للأسر وغيرها، إنما هو رافد مهم ممكن يرفع المجتمع السوداني. بالتأكيد هو مهم جدا، وبالأخص الفئات الضعيفة دي. نعم صحيح. ففي أصوات لوم موجهة لوزارة التنمية الاجتماعية وغيرها من الجهات ذات الصلة بضعف دورة وعدم دعمها وتجيع للأسر المنتجة دي بصورة مباشرة. والله طبعا يعني طبعا أي جهاز حكومي أو وزارة أو مؤسسة لا تستطيع أن تقول والله أنا شغالة بصورة مرضية في هذه الظروف. أنا أفتكر التحديات المربية والعبور فترة ما بعد الثورة، الآن مش في السودان بل جزء كبير من الدول الآن يعني بتعبر من مرحلة صعبة، حتى في الدول العربية الدول الأفريقية. وكنا في اجتماع في بيروت، يعني يمكن في اجتماعين متواصلات، وفي الأردن، يعني كله بيتكلم عن مرحلة التعافي. بيفتكروا أن السودان من الدول اللي عبرت بدون ما تتعرض لانهيار، وده بقوله لأنه السودان بلد فيه موارد ومن السهل تحصل على غذاء رغم الصعوبات ومشاكل الفقر. وبالتالي مبارح احنا قدمنا أمس قدمنا التقرير في مجلس الوزراء في كل وحداتنا، يعني الناس يعني بدوا بهجوم والوزارة قامت وما قامت. لما دينا أرقام الاستهداف اللي هي طبعا أرقام لا تتجمل، لقينا أول حاجة الجهد ده كبير وغير مرئي وغير محسوس للناس. وقلت لهم أعظم فائدة إنه نحن ما نقلنا الشعب السوداني من حالة الفقر إلى الرفاه، بل نحن ثبتنا في الفترة الحالية وضع هذه المؤسسات ولا زال تعطي وهو دون المأمول. لكن عشان نؤدي لازم هذه المؤسسات تدعم بزيادة رأس أميلة، بزيادة يعني مجال الاستثمار قدامه، بعض المعوقات المؤسسية، المعلومات وتحسين الاستهداف ومسألة الكادر وتدريب والظروف اللي بيشتغلوا فيها العاملين في المؤسسات الاجتماعية. أنا بقول كل العمل، لا بعض الناس طلعوا بالرضا والإشادة لأنه شعروا نحن في ظل الظروف الصعبة دي يعني مددنا تغطية التأمين الصحي لما يقارب 90% رغم مشاكل التغطية وجودتها. الزكاة دعمت في العلاج وفي المؤسسات العلاجية وفي الدعم الغذائي والدعم الإغاثي لبعض المجتمعات اللي تعرضت لنزاع أو طوارئ أو ما شابه ذلك، دعم كبير جدا. لكن طبعا أكيد هو وحده يظل غير كافي، لكن هذه المنظمات هذه المؤسسات تعمل بجهد. مشروع التمويل الأصغر يعني رغم مشاكل الادخار فيها، لكن التغطية خلال 21 يعني كان صحيح نزلت بعض الشيء، لكن البنك استطاع أن يقدم ما يزيد على 50,000 مشروع. وبل نحن أسأل الآن بعض مؤسساتنا زي بنك الادخار وجهاز استثمار الضمان الاجتماعي دعموا مشروع الجزيرة وساهموا في نجاح المشروع عدم انهياره الموسم في 21. نحاول الآن من خلال بعض الاستثمارات في القطاع المطر والقطاع الزراعي نقدم بعض الدعم من خلال الزكاة، من خلال جهاز استثمار الضمان الاجتماعي، من خلال المصارف. العمل ده هو كبير، في كفاءة وفي كفاءات عالية، ويعني بيقوموا به ناس على مستوى عالي، يعني رغم المشاكل اللي حصلت والتضاربات والتجاذبات، لكن احنا بصورة قومية هو شغالين. لنفتكر الجهد ده ما كافي ومربوط بالسياسات الكبيرة فوق. اقتصاد جيد، اقتصادنا السوداني ده بالمناسبة تعرف 7% من الانتاج اللي بينتجه المجتمع السوداني هو الداخل في الميزانية العامة. صح. يعني ما لم ندخل نسبة كبيرة من هذا الدخل القومي يبقى كله بضخ داخل الميزانية العامة، ده اللي بيحل المشاكل، ده اللي بيشغل الناس، ده اللي بيدعم الصحة، ده اللي بيدعم التعليم. ما عدا ذلك نحن نقوم بجهودنا في مجال إطفاء الحرائق يعني، ولكن لا بد من تضافر الجهود الثانية معانا يعني. كما ذكرت تضافر الجهود والمواطن، لا بد أن نذكر الدولة. الدولة يقال أنها لا تساهم ولو بالبسيط في ذلك في مشاريع الأسر المنتجة، وكمان هي يعني تعتمد على الأيدي العاملة في المقام الأول. رأيك شنو في الموضوع ده؟ والله شوف، الدولة دي طبعا هي ما دولة في الأخير دولة المواطن السوداني، ومستوى الدولة دائما برضو مرتبط بمستوى الناس ونظرتهم للدولة وقيامهم بحقوقهم وواجباتهم. يعني لا يستطيع أحد أن يقول إنه الدولة الآن قوية، ولا يستطيع أن يقول تقوم بجميع واجباتها. تحاول الدولة في الانتقال الصعب ده بعد الثورة العظيمة اللي أنتجت الشعب السوداني، الدولة دي الآن هي نحن بنشعر بتدعافى يوم بعد يوم. نحن
حتى على مستوى الوزارة. يعني أديك مثال واحد بس، إحنا قبل 6 شهور كان في أحداث في جبل مون في دارفور، يعني عملنا غافلة أظن 16 طن ولا 26 طن للإسعاف الناس. الآن لما قامت الأحداث في كرينيك، هذه الوزارة فقط أرسلت ما يقارب 1000 طن، ورسلت 43 طن من الأدوية، ورسلت غطاءات يعني وكده وخيم يعني ما يزيد على ما يقارب 300 طن. يعني ده بتحس إنه في تدرج نحو الأفضل ونحو الأحسن، حتى على مستوى السرعة في إيصال هذه المساعدات. يعني أنا بقول ده كلام كان موجود في الإعلام، رسلنا دواء كافي قالوا خلاص الدواء وقفوا، بعد شوية قالوا والله الأغذية ذاتها وقفوها، لدرجة فكرنا إنه ندي المناطق المتأثرة الأخرى. ألا يجب أن يخزن لفترة الحوجة؟ والله هم ما لقدر كده، ما لقدر كده. يعني إحنا بنفتكر ما بيخزن، إحنا بس بنتكلم عن التدخل بتاع الوزارة، هو متزايد وبيمشي بصورة مخططة بكل شهر أفضل من الثاني. لكن أنا بفتكر إنه نحن بنعول على الآتي، نحن بنعول على المنتج الصغير وبندعمه من خلال مؤسساتنا وبالتعاون مع الوزارات الثانية، وزارة المالية، وزارة الزراعة، وزارة التجارة. الآن لدينا خارطة كبيرة جدا بتاعت بل مش الدولة بس، من خلال القطاع الخاص ومسؤوليته الاجتماعية. نحن هسه عندنا خارطة اجتماعية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص عشان يجسي معانا والشركات والمنظمات العربية والصديقة، بنبني حقيقة في خارطة واضحة. لو في زول داري مش يستثمر في ساق النعام ولا في ود الحباس ولا في بورسودان، نحن عندنا خارطة واضحة. بنعول على مشروعات التدخل الصغير، المنتج الصغير دي يعني بندرب في الناس، بننظم في الناس في شكل بتاع جمعيات. الحاجات دي بتجيب نتائج سريعة ما كبيرة، لكن على المدى المتوسط سنة سنتين ثلاثة إذا الأمور استغرت بتجيب إن شاء الله نتائج كبيرة. يعني بتتيح فرص لأسر، بتتيح فرص لشباب، لمنتجين صغار. وبفتكر إنه إن شاء الله يعني بنقدر نسهم بصورة تحد شوية من الفقر، بصورة تساهم في الاقتصاد القومي. ويعني حتى مثلا من الأشياء اللي بنوجهها الأسر اللي هي مشروعات النقل، دي ركشة ودي وسيلة نقل ودي حافلة ودي كده، المشروعات دي هي ما قاعدة تجيب. فإذا بيمشي للتمويل في البنك، صحيح بعض الناس يقول لك والله ما بنقدر، ما بيعرفوا الإجراءات. نحن بنحاول من خلال عمل الوزارة المركز والولايات نخلي الناس يتدربوا ويقدروا إنه يوصلوا للمشروعات دي، هي ممكنة جدا. طيب كوني أنا مواطن سوداني، في بالي إنه مثلا فرض مثال أجيب ركشة فمحتاج للدعم. في كل الدول هناك في بيكون مؤسسات وبنوك مختصة بالتمويل ودعم الأسر المنتجة، عدا هنا حتى الموجود وصفوا البعض بحجر الثقرة لصعوبة الإجراءات وضيق الفرص. حابين نعرف الإجراءات اللي بتكون سهلة للمواطن البسيط إنه يقدر يتحصل عليها. والله نحن هسه قدمنا من خلال مشروع سميناه مشروعات الكفاية، واشتغلنا فيها على مستوى الوزارة. يعني مثلا بتلقى الناس متوجسين في، واضح إنه إذا أخذنا مثال الوابور والتريلا، تريلا طبعا تلقى القطرة بتاعتها نازلة تحت والوابور شغال ومدور، لكن القطرة ما يلا رفع القطرة. في الوابور دي محتاجة شوية عمليات، يعني تتوصل التمويل للناس، تدربهم، تخلي البنوك ذاتها تنزل من سقفها العالي ده، تمشي هي اللي تبحث عن المستثمرين الصغار. الدولة دورة أساسي في المسألة دي، هي تجمع الناس، تحصر الناس، تدرب الناس، تيسرون الوصول للتمويل. التجارب البسيطة اللي رأيناها من خلال مشروع المرأة المنتجة، المرأة الريفية، من خلال مشروع الكفاية. يعني زي في الوزارة أنا طبقت هذا المشروع في الوزارة، يعني في وزارة العدل طبقوها أخواتنا الأسهم والشركات على المشروع. لقينا جزء من العاملين ما عندهم قدرة إنه يوصل يشيل ركشة أو يشيل وسيلة نقل، لكن لقينا الحاجز هو غير الثقافة بتاعت الإجراءات ما موجودة، ما عنده المقدم. فيسترنا المقدم مع البنك، يسترنا الحصول على المقدم بطريقة أو بأخرى من منظمات من شركات. الناس تملكوا وشعروا بفرح عظيم، إنه حتى في واحد يقول لك والله أنا مصدق امتلكت هذا المشروع، مع إنه قلنا لهم المشروع ده شركات البنك السوداني، الإدارة اللي عملته السودانية،
كل العمليات داخل الوزارة. هل يجيز بدون مقدم أم بتخفيض المقدم؟ بمقدم، لكن المقدم ده يعني يتيسر لنا بعض المؤسسات دفعت الزكاة، دفعت جهاز استثمار الضمان الاجتماعي، دفع بعض المنظمات اللي هي بتتعامل مع الوزارة، دفعت لبعض المستفيدين. وبل نحن هسه بنكبر فيه في داخل الوزارة وحداتها كلها لما يزيد على 10,000 موظف وعامل، بل القطاع الحكومي نحن دارين نعمم هذا المشروع. وبكل بساطة بس تسوق الناس تنظمهم، تشوف المقدم طبعا تقلله من 40%، من 30% ل10% أو أقل من ذلك. هل مع الناس هل أصبح سعره متاح للمواطن السوداني البسيط؟ سهل طبعا لحد كبير. هو طبعا العقبة الرئيسية ما يكون متاح للمواطن بسهولة، هي يعني زي الموظفين وزي بعض المنظمات دي ما متاحين وموجودين في مناطق محددة ومحصورين في جمعيات. لكن المشكلة بالنسبة للمواطنين ما لم يكونوا في إطار تنظيمي، يعني في شكل جمعيات، في شكل بتاع منظمات، ما بتقدر وصول لهم. نحن عشان كده هسه شغالين في تنظيم التعاونيات، تنظيم المؤسسات، يعني في هسه بنبني في خارطة. أنا تمنيت الأخت مكارم في التعاون في التنمية الاجتماعية تكون حاضرة معنا عشان نوريك الخرطة ان احنا بناء عليها محددين هذه الجمعيات بعلامات حمراء وصفراء، وده مشروع جاهز ودي جمعيات بنبني فيها على اساس يمنح هذا التمويل. شغالين برضو في عمليات يعني قوية جدا انه البنوك دي طالما هي بنوك اجتماعية زي الاسرة، البنك الزراعي، تكون فعلا تيسر للناس. نحن جهدنا كدولة هو تنظيمي في الاخير، بنجمع الناس، بندرب الناس، بنجيب منظمات ممكن تدربون، نجيب القطاع الخاص ممكن يدعم بعض المشروعات. المسألة دي هي ما معقدة، بس لأنه يعني تحتاج جهد رئيس تقود الدولة أو تقود هذه الوزارة وغيرها من الوزارات. يعني نحن عشان الكلام ما يبقى كلام على أعواه، نحن شغالين فيه. ونحن نتمنى في حلقة تانية نجيب الأرقام، الجمعيات اللي حصرناها، المنظمات اللي حصرناها، جهاز المعلومات ذاته اللي أنشأناه لهذا الغرض، هو الجهاز البني في هذه الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية وبعض المؤسسات زي البنك الدولي، هو الثاني في أفريقيا. يعني هذا النظام المعلومات البنينة في هذه الوزارة عشان نحصر في كل المجتمعات وكل الناس وكل يعني سمينا السجل الاجتماعي، هو الثاني في أفريقيا يستطيع أن يحمل معلومات 8 دول زي السودان. ده هدفه نحصر مواطنيننا، نحصر مشروعاتنا، نحصر تجمعاتنا، نحصر المناطق الأشد حوجة. طيب. بالاسم والواحد واحد بعد ذاك عشان الاستهداف ما يكون عشوائي، نوصل الناس في محلاتهم ونحسن ذاتهم من وسائل الوصول. يعني هسه انا معك الزكاه طريقه التوصيله مش ولا بد، في كلام كثير عنها. صح. التمويل الاصغر في كلام كثير عنه، لكن انا بقول الجزء الرئيسي هو مسؤوليات الدوله التنظيميه، هي المفروض تقوم بعمليه التدريب، تيسير وصول المواطنين بالذات المواطنين اللي في وضعيات هشه وفقيره. يعني بالضبط. فده شغل إن شاء الله نسأل الله الاستقرار على مستوى الوزارة وعلى مستوى الحكومة، بلد يعني تحول ديمقراطي سلس، تستغير الأمور، بلد بموارد كبيرة إن شاء الله الأشياء دي بتحقق نتائج. يعني طيب حابين نعرف مصادر التمويل الموجودة حاليا لدعم الأسر المنتجة، ما هي المصادر؟ بصفة أساسية الدعم وزارة المالية، وزارة زيها وزي أي مؤسسات تانية عندها دعم وزارة المالية في شكل مشروعات، بتدعم طبعا تسييرنا، بتدعم أموال الطوارئ لو في حوادث بها الطوارئ أو حادث طارئة. المصدر الثاني طبعا هي مؤسسات نزاتها، صراحة الادخار ده ما بنك بيشيل قروش من الناس وبيستثمر بهم في مجالات تانية، وفي هذا الإطار بنستفيد من بنك الأسرة، من بنك الادخار، نستفيد من البنك الزراعي، من البنوك الثانية المتخصصة. المصدر الثالث هي القطاع الخاص من خلال المسؤولية الاجتماعية لبعض الشركات، هي بتستوعب بعض الشرائح من المرأة، الأشخاص ذوي الإعاقة. الإطار ده للأسف نحن هسه بنقوي فيه، لكن هو رغم وجود مبادرات جيدة من القطاع الخاص نحن في الفترات اللي فاتت ما استفدنا منه بصورة جيدة. نحن الآن بنحاول إن شاء الله قدر المستطاع نستفيد يوميا. هسه انا كنت في نقاش قبل ما اجيكم انه في بعض الشركات قالت انا ممكن اشغل من ذوي الاعاقه، انا ممكن ادرب المراه في القطاع الهامشي وادربهم على الطبخ وتقديم خدمات، وادرب بعض الاعاقه وانه يشتغلوا في بعض المطاعم والشركات.
فهو ده شغل يومي قاعد يجي فيه خير وبركة كثير يعني. ده مصدر الثالث يعني. المصدر الرابع هو المنظمات الدولية زي البنك الدولي الاتحاد الأوروبي، ودي طبعا زي ما هو معروف تدعمنا في مشروع ثمرات والدعم النقدي اللي بيوزع ده. بس طبعا هي وقفت لظروف يعني يمكن معروفة للناس ليه وقفت، لكن في منظمات عربية، الجامعة العربية ذاتها هسه واعدة السود، مش واعدة، احنا صممنا مشروع للمناطق الهشة، صممت معانا إعادة توطين الناس، هسه بتعمل في مشروعات إنتاجية وتنموية للناس. المشروع ده برضه كمثال للمنظمات الإقليمية والدولية اللي بتدعمنا. فدي يعني المصادر بتاعت الدخل يعني، هي زي الإناء بتصف فيه مصادر مختلفة. لكن الزكاة برضه طبعا، الزكاة يعني برضه بتدعم مشروعات صغيرة وبتدعم مشروعات للأسر، مشروعات للفقراء، إضافة للدعم العيني والنقدي اللي بتوزعه، واللي هو ما سهل لكن مع حالة الفقر الكبيرة ما بكون ظاهر يعني. طيب، في قطاع كبير من الأسر والشباب المنتجين أصحاب المشاريع في البداية، وأي مشروع في البداية محتاج لدعم، محتاج لتطوير، محتاج لإرشاد، حتى محتاج لإنارة الفكرة. نعم. فريادة الأعمال جزء مهم من المشاريع الإنتاجية، هل الوزارة سعت لتنظيم القطاعات دي وتبيين للناس؟ نعم، الوزارة عندها مشروعات كثيرة. يمكن نحن عندنا المشروعات موجهة لبعض الولايات وبتدعمنا فيها بعض المؤسسات، يعني زي مثلا البنك الأفريقي والبنك الدولي موجه لبعض الولايات ذات الخصوصية، كردفان ولايات دارفور يعني بصورة ضعيفة لحد الآن، والشرق. هذه المشروعات يعني بتدرب المجتمعات الهشة اللي شهدت بعض الصراعات على التدريب وتحويلهم من كانوا مجتمعات فيها صراع لمجتمعات منتجة، والتحويل ده بتم بتدريب وتأهيل وإنهم يقودوا مشروعاتهم، وموجود يعني بيستفيدوا منه. يمكن في فترة 2021 استفادوا منه زي 20,000 متدرب خلال هذا العام، الاستفادة لظروف توقف الدعم الدولي وكده بعد التغيرات السياسية في السودان. يعني يمكن العدد لحد الآن ما كبير ولا يتجاوز 7,000 تدريب، لكن معولين بعد التغيرات الإيجابية اللي حتحصل في السودان إن شاء الله، ودعم المجتمع الدولي والإقليمي، وإضافة لصحوة المؤسسات وتعافيها، نحن مخططين لأنه العدد ده يزيد يعني بتاع ريادة الأعمال. عندنا منهج عظيم جدا شغالين به وزارة العمل، ونحن في تعاون معهم فيهم في مشروعاتنا اللي هو بتاع منظمة العمل الدولية، كيف تقود مشروعك وكيف تدير مشروعك، سلسلة بتاع التدريب جيدة جدا نحن شغالين فيها، وبإذن الله يعني نعمل خلال نهاية السنة نحن متوقعين ظروف إيجابية إن شاء الله. عدد المستفيدين من ريادة الأعمال يزيد أكثر يعني إن شاء الله. إن شاء الله. دائما ما نسمع بالأدوار الإيجابية لوزارة التنمية الاجتماعية تنظيما لمعارض الأسرة المنتجة، هل الوزارة بتتكفل بإقامة هذه المعارض من الألف إلى الياء، أم دورها يقتصر على التنظيم فقط؟ يعني نحن بننظم حقيقة في شراكة مع الاتحادات والجمعيات المقاومة بتاعت الحرفيين والأسر المنتجة. يعني يمكن خلال هذه السنة من شهر 1 إلى شهر بداية 6 نظمنا 3 معارض، واحد كان في ظنه في الدار بتاعت الجمعية الصلاة الهندية السودانية للمنتجين كبار يعني عشرات الجمعيات المنتجة، ويسرنا إيجاد الموقع وتنظيم المستفيدين وتنسيقهم. المعرض الثاني كان خلال رمضان، وهو لجمعيات إنتاجية شاركت في إقامة معرض لمدة طويلة، حتى هو مدد له الزمن، ونحن تكفلنا بمسألة المسائل التنظيمية وتمويل هذه المعارض، ويسرنا حتى الجمعيات ما بتقدر يسرنا إنه هو يدفع إليها، وأشرفنا على الشكل الفني لهذا المعرض. المعرض الثالث والأخير للأسف المشاركة كانت شوية ما كبيرة بنفس يعني كأكبر معرض يقوم بعد التغيرات والكورونا في السودان، مساهمتنا كانت فيه محدودة، لكن يعني برضه كانت كويسة يعني صغار المنتجين ما ساهموا بصورة كبيرة، لكن كنا موجودين، بعض الأسر المنتجة قدمنا لهم دعم، وبس للظروف الميزانيات يمكن ما كان كبير
لكن متفقين حتى مع معرض الخرطوم الدولي الأرض المعارض بري إنه نحن نخليها دار للتدريب الجمعيات على مستوى الولايات، دار لمعارض للمنتجات، نظام تسويق. وهم والله قدموا كل التفهم وكل التنازلات وقالوا ده عمل عظيم وعمل اجتماعي، فنحن شغالين بهمة ونشاط نحل مشكلة التسويق. الجائزة ان احنا عملنا دي نحن ذاتها ترعى مسألة التسويق، ترعى مسألة الجودة، ترعى مسألة التدريب، ترعى مسألة التمويل. وبعد ذاك يعني تكون جائزة، يعني مش جائزة محدودة لنفرين وثلاثة، هي ده جائزة تشجيعية للمشروعات الانتاجية، ده لتحفيز العمل بس روح يعني من المعنويات انه العمل الصغير والعمل الأسري يعني هو عمل عظيم في الأخير، ممكن من خلال إبرازنا لنماذج النجاح ممكن بالتأكيد نتائجه تنداح لمجتمع أوسع وأكبر إن شاء الله. ذكرت نقطة مهمة جدا اللي هي التدريب، التدريب، الدعم، التسويق، من الحاجات والمعيقات لأي إنتاج أو أي أسرة منتجة في بداياتها. هل بتأملوا لأنكم تنشئوا مظلة تستوعب كامل التدريب والتسويق والدعم للناس البادين يتبدل؟ والله شوف، هو طبعا نحن بنفتكر وفي جمعيات وفي منظمات كثيرة، يعني في مؤسسات التمويل الأصغر، في المصارف والبنوك، في جمعيات بتاعة الائتمان والتمويل والشركات الموجودة في الإطار ده. لكن نحن حسينا أنه نحن بنناقش ووضعنا تصور لأنه يكون في جسم على غرار بعض الدول في الشرق آسيا يعني زي تايلاند وفيتنام، أنه يكون في وكالة أو جسم ينشأ جسم عشان يرعى كل المشروعات الصغيرة، مشروعات الأسر، مشروعات التمويل الأصغر، مشروعات العمالة المكثفة، التعاونيات. وبالمناسبة نحن عندنا ورشة بندعوكم لتغطيتها اللي هي حتبدأ لها بكرة تقريبا يوم 14. نحن لكل الأجسام، التعاونيات، الشباب، اللجان، الوزارات، البنوك، المصارف، هذه الورشة ورشة كبيرة. نحن دارين نناقش إمكانية إقامة جسم وطني كبير، وكالة ترعى كل هذه التدخلات والمشروعات الصغيرة وتيسر لها التدريب والتمويل والتنظيم والتشبيك ودعمها مؤسسيا على مستوى الولايات، وتشتغل مع البنوك على أساس السياسات بتاعت الجهاز المصرفي ده عشان ما تبقى حبر على ورق، نقدم نماذج بتاعت مشروعات كبيرة. يعني الشغل له هو شغال وموجود وفي إحساس به، ونحن وأصلا هو شغال، لكن نحن دارين نكبر حجمه ونكبر حجم الاستفادة منه. فإن شاء الله في المؤتمر ده اللي هو حيتعقد يوم 14 في مصرف الادخار، هو مناسبة للتنسيق بصورة أكبر، يعني أنه يكفي الزمن اللي ضيعناه في السودان في العمل التنموي والاجتماعي، يعني اللي هو يحتاج فقط للتنظيم. يعني بنأمل إن شاء الله ممكن يكون جسم زي ده ممكن يقوم، بنأمل إنه تتكلل الجهود بنجاح عشان خاطر المواطن السوداني البسيط. أخيرا، تشجيع للإنتاج والأسر المنتجة، دأبت الوزارة على إقامة الجائزة الوطنية. ربما في حديثنا الآن ذكرنا نقط من الجائزة، لكن نتيح لها المجال في سؤال قائم بذاته للأسر المنتجة. خلينا نقف على الجائزة، أهدافها ومستحقياتها. والله شوف، الجائزة دي كانت هي موجودة، لكن احنا عندنا تنظيمة بحيث انها هي تحصر كل المشروعات الأسرية في السودان وتطلب بمواصفات معينة من كل الوزارات، والطلب ده بينزل حتى نزلناه للمحليات انه اي زول بيرى انه مشروعه ده جيد يقدمه لهذه الجائزة. وهي واسعة، يعني ما حتمنح لعشرة مشروعات ولا 100 مشروع بس، بل لكل مشروع يعني يستوفي نظام الجودة معين. الجائزة هدفت وشروطها هدفت انه الانتاج قدر الامكان يكون سوداني من موارد سودانية، يكون من داخل أسر يعني مستقرة وأسر منتجة، يكون في عدد عمالة أكبر، عدد استفادة، يعني شروط فنية زي 10 شروط، يعني مستوى الجودة بتاع المنتج يكون برضو كمان يعني عالي، الفينيشنج يكون عالي. والهدف من هذه الجائزة ليس مجرد انها جائزة زي ما قلت لك يعني محدودة، بل هي لتشجيع وربط الناس بهذه الجائزة التشجيعية عشان اي زول يكون عنده شعور انه هو يفوز، يعني يكون في امل كبير. الجوائز كبيرة طبعا، هي ما جائزة واحدة ولا جائزتين،
الجوائز كبيرة إن شاء الله. لك أن تدخل الجوائز؟ والله الجوائز كبيرة طبعا، هي بتكون في الشكل جوائز نقدية، بتكون في الشكل جوائز إنتاجية، آليات إنتاج وأبورات أدوات إنتاج كبيرة، ومساهمة فيها عدد من الشركات وعدد من المنظمات، إضافة لمشاركة الدولة من خلال وزارة المالية، من خلال البنوكنا الاجتماعية للادخار إن شاء الله برضو الأسرة إن شاء الله. فالدية هي جائزة كبيرة على المستوى الوطني إن شاء الله، عشان مش إنه يفوز بس، عشان نرعى مستوى الجودة بتاع المنتجات، إنه يقدر ينافس المستورد ذاته بالتأكيد على السودان، والنهوض باقتصاد البلاد. والنهوض بالاقتصاد، نحن معولين غايته على الاقتصاد الصغير ده وصغار المنتجين، سواء أكيد. من خلال الأسرة أو غيره ومشروعات الشباب، إنها تحقق غفزة في الاقتصاد السوداني زي ما نهضت دول كثيرة زي الهند وتايلاند، يعني أكيد. نهضت من خلال هذا الاقتصاد الصغير يعني. وأكيد اقتصاد البلاد لابد أن ينهض بمواطن البلاد بذاته وبنفسه. شاكر لك جدا وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أستاذ جمال النيل عبد الله، ونحن الليلة في ضيافتك، ونتمنى أن نلتقي في رحاب أوسع إن شاء الله، وتكونوا حققتوا نجاحات كبيرة إن شاء الله. شكرا لكم وللغناء، ونتمنى تكونوا مشاركين ومشجعين لنا في كل أنشطتنا، وعشان تبرز السوداني غايته ما بيبرزوا حاجاتهم كثير يعني. احنا نشعر يعني بالفخر على انهم يدفعنا، صحيح النتائج لسه ما كبيرة، لكن ان شاء الله تتضافر كلها وتصهر مع بعض في وضع بتاع استقرار، وضع بتاع استقرار اقتصادي ان شاء الله يعني. كل الجهود تتكامل بما فيه الأسر المنتجة وغيرها، ان شاء الله نقدر نقدم حاجة لشعبنا في ظل هذه الظروف إن شاء الله. شاكر لك جدا. شاكر الله يسلمك. الله يكرمك. الله يبارك فيك.